الرئيس السيسي ونظيره الأزري يؤكدان تطلعهما لتعزيز التعاون بين البلدين ويتوافقان في الرؤى إزاء حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. أكثر من 600 شهيد ومصاب في مجزرة مخيم النصيرات بغزة، والرئيس الفلسطيني طالب بجلسة طارئة لمجلس الأمن، ومصر تحث الأطراف الدولية على التدخل الفوري. على وقع مجزرة النصيرات، إسرائيل تتحدث عن استعادة 4 من محتجزيها، وحماس تؤكد أن العملية أسفرت عن مقتل محتجزين آخرين وأنها ستشكل خطراً كبيراً على الباقين. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلاً بكم. زيارة هامة لرئيس أذربيجان إلهام أليف إلى القاهرة تأتي في توقيت بالغ الحساسية فيما يتعلق بالتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. تصريحات الرئيسين السيسي ونظيره الأذري أظهرت توافقاً بشأن العديد من الملفات، أبرزها التعاون الثنائي ودعم القضية الفلسطينية. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن زيارة رئيس الإزري إلهام أليف الهامة إلى مصر تعكس حرص البلدين على تعزيز الروابط والتعاون بينهما. وخلال مؤتمر صحفي مشترك، هنأ الرئيس السيسي نظيره الأذري على فوزه بولاية رئاسية جديدة، وعلى فوز بلاده بشرف استضافة مؤتمر كوب 29. بداية أود أن أعرب عن سعادتي باستقبال فخامتكم والوفد المرافق لكم في زيارة مهمة تعكس اهتمام البلدين بتعزيز علاقاتهما الثنائية خلال الفترة المقبلة. استناداً للروابط التاريخية الممتدة بينهما، كما يسعدني في هذا السياق أن أتقدم لفخامتكم بالتهنئة على انتخابكم رئيساً لجمهورية أذربيجان لفترة جديدة، وكذا على الثقة التي حظيت بها بلادكم لاستضافة وتنظيم الدورة 29 لمؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. مع تمنياتي لكم ولبلدكم الصديق بكل التوفيق. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المباحثات مع نظيره الأذري تؤكد تطلع البلدين لاستمرار العمل الثنائي على تعزيز العلاقات في مختلف المجالات والتنسيق السياسي بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. أضاف الرئيس السيسي أن المباحثات شهدت الاتفاق على أهمية دورية انعقاد جولات المشاورات السياسية بين البلدين. إن المباحثات التي أجريتها اليوم مع فخامة الرئيس تؤكد تطلعنا لاستمرار العمل معا على تعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا في مختلف المجالات والتنسيق السياسي بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن دفع علاقاتنا الاقتصادية والتجارية، وذلك عبر الاستفادة من الإمكانات المتاحة لكليهما، لا سيما في قطاعات الإنشاءات والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والدوائية والنفط والغاز. كما اتفقنا خلال مباحثتنا اليوم على أهمية الحفاظ على دورية انعقاد جولات المشاورات السياسية بين البلدين، وكذا تطلعنا لعقد اجتماعات الدورة 6 للجنة المشتركة المصرية الأذربيجانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني.
شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن الملفات الإقليمية كانت حاضرة بقوة خلال مباحثاته مع نظيره الأزري، وفي القلب منها القضية الفلسطينية. وأشار الرئيس السيسي إلى أن مباحثاته مع الرئيس الأزري تطرقت إلى استعراض جهود مصر لإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة والتوصل لوقف إطلاق النار حتى يتسنى التوجه نحو إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. لقد كانت الملفات الإقليمية حاضرة بقوة في مباحثاتي مع فخامة الرئيس الأذربيجاني، وفي القلب منها القضية الفلسطينية التي تعتبرها مصر صلب قضايا المنطقة، حيث استعرضت خلال مباحثاتنا الجهود المصرية لإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة والتوصل لوقف إطلاق النار حتى يتسنى التوجه نحو إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وإحلال السلام والتعايش في المنطقة بدلا من الحروب والدمار والخراب. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل رئيس أذربيجان إلهام عليف بقصر الاتحادية، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية واستعرض الرئيسان حرس الشرف. هذا وقد عقد السيد الرئيس مع نظيره الأزري جلسة مباحثات، كما شهد الرئيسان مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية وتم عزف السلامين الوطنيين وتفقد حرس الشرف. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح أن المباحثات شهدت تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وما تشهده من زخم متنام مؤخرا، وما تشكله الزيارة من فرصة لتعزيز التعاون بين البلدين لا سيما في قطاعات النقل وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والتصنيع المشترك والسياحة والثقافة. كما شهد الرئيسان توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين، وكذا عقد مؤتمر صحفي مشترك حيث تم استعراض الجهود المصرية المكثفة للتهدئة في قطاع غزة والتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتحقيق النفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإغاثية لكافة مناطق القطاع، وكذا جهود مصر لدفع مسار إنفاذ حل الدولتين من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. إن التاريخ سيتوقف طويلا ليسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه. وأؤكد مجددا أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية. واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن. أدانت مصر بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية على مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة، وذلك في انتهاك سافر لكافة أحكام القانون الدولي والإنساني وجميع قيم الإنسانية وحقوق الإنسان.
وحملت وزارة الخارجية إسرائيل مسؤولية القانونية والأخلاقية عن اعتداء النصيرات السافر، مطالبة بامتثال إسرائيل لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال ووقف الاستهداف العشوائي الذي يطال الفلسطينيين المدنيين بما في ذلك المناطق التي نزحوا إليها، والتدمير الغاشم لكافة خدمات البنية التحتية في القطاع. وطالبت مصر الأطراف الدولية المؤثرة ومجلس الأمن بضرورة التدخل الفوري لوقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة والتحرك المسؤول من أجل إنهاء هذه الأزمة الإنسانية، مؤكدة على حتمية الوصول لوقف إطلاق النار في كامل القطاع وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة كاملة ودون عوائق من كافة المعابر البرية. هذا ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، وذلك لبحث تداعيات المجزرة الدموية التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة. وأجرى الرئيس عباس اتصالات مكثفة مع الأطراف العربية والدولية ذات العلاقة من أجل عقد الجلسة الطارئة لمجلس الأمن للوقوف على الدور المنوط به لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل بحق الشعب الفلسطيني وإجبار دولة الاحتلال على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية. كما طالب عباس المجتمع الدولي بالتدخل بشكل عاجل لوقف مأساة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. كانت قوات الاحتلال قد ارتكبت اليوم مجزرة مروعة في مخيم النصيرات للاجئين والمحافظة الوسطى في قطاع غزة، أسفرت عن عشرات الشهداء والجرحى من الأطفال والنساء والمدنيين والنازحين. وشنت قوات الاحتلال سلسلة غارات مكثفة استهدفت النصيرات ودير البلح وشارع صلاح الدين وسط قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية في إحصائية أولية أن عدد الشهداء إثر الغارات الإسرائيلية على المخيم ومناطق وسط القطاع وصلت إلى 210 شهداء بالإضافة إلى نحو 400 مصاب. من جانبه أكد مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة أن عشرات الشهداء والجرحى بالشوارع، وأن مستشفى شهداء الأقصى في وضع كارثي لا يستطيع استيعاب هذه الأعداد الكبيرة من الضحايا، مطالبا المجتمع الدولي بوقف حرب الإبادة الجماعية بشكل فوري وعاجل. هذا وقال الجيش الإسرائيلي أنه تمكن من استعادة 4 من المحتجزين لدى حركة حماس بعد قصف طال مخيم النصيرات بقطاع غزة. وأفادت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن استعادة المحتجزين كان قيد التخطيط منذ أسابيع، موضحا أن العملية تمت عبر شن قصف مكثف برا وبحرا وجوا على مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة ومحيطها. من جانبها أفادت صحيفة يديعوت أحرانوت بمقتل ضابط في وحدة اليمام الخاصة وإصابة عدد آخر من القوات المشاركة، فيما قالت أنها أثناء عملية تحرير المحتجزين بمخيم النصيرات. وفي أول رد فعل لحركة حماس ذكرت وكالة أنباء رويترز نقلا عن مسؤول في حماس ذكرت أن تحرير إسرائيل 4 محتجزين بعد 9 أشهر هو دليل على الفشل وليس الإنجاز. وأكدت حركة حماس أنها لا تزال تحتجز العدد الأكبر من المحتجزين وأنها قادرة على زيادته، كما أكدت الحركة أن قوات الاحتلال قامت بقتل عدد من محتجزيه خلال تحرير المحتجزين 4، مشيرة إلى أن عملية النصيرات ستشكل خطرا كبيرا على المحتجزين وسيكون لها أثر سلبي على ظروفهم وحياتهم. كان رئيس حركة حماس إسماعيل هنية قد صرح في وقت سابق تعليقا على العدوان الإسرائيلي على مخيم النصيرات، وقال أن إسرائيل لا تستطيع فرض خياراتها على الحركة، مضيفا أن الحركة لن توافق على أي اتفاق لا يحقق الأمن للشعب الفلسطيني قبل كل شيء.
وفي المقابل أكد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لن تستسلم وأنها ستواصل حربها حتى استعادة جميع المحتجزين سواء كانوا أحياء أو أموات. من جانبه رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن باستعادة إسرائيل 4 من محتجزيها في غزة، وتعهد بايدن بمواصلة إدارة العمل حتى إطلاق سراح جميع المحتجزين في القطاع. هذا وتشهد شوارع تل أبيب وعدد من المدن الإسرائيلية تظاهرات حاشدة احتجاجا على سياسة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو. كما يشهد محيط وزارة الدفاع الإسرائيلية تظاهرات حاشدة للمطالبة بسرعة إبرام صفقة لتبادل المحتجزين وإقالة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة. في هذه الأثناء نشهد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بني غانتس بعدم الاستقالة من حكومة الحرب. يأتي ذلك بعد أن قرر غانتس تأجيل خطابه الذي كان من المزمع إلقائه اليوم لإعلان انسحاب حزبه من حكومة الحرب بحسب موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، وذلك على خلفية استعادة 4 من المحتجزين الإسرائيليين. يبدو أن ساعة الصفر قد تأجلت، فقد كان العالم في انتظار بيان لعضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس كان من المرتقب فيه أن يعلن استقالته من حكومة الطوارئ التي يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. تطور جاء عقب بيان لقوات الاحتلال الإسرائيلي زعمت خلاله أنها تمكنت من إطلاق سراح عدد من المحتجزين لدى حركة حماس، وهو ما قلب الموازين ودفع غانتس لتأجيل خطابه. ووفقا لموقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، فإن خطوة غانتس نحو الاستقالة كانت لن تؤدي إلى إسقاط ائتلاف نتنياهو الذي لا يزال يتمتع بأغلبية 64 عضوا في الكنيست، لكن من المرجح أن يؤدي ذلك إلى زعزعة استقرار الحكومة وتفاقم الأزمة السياسية في إسرائيل مع استمرار الحرب في غزة. لكن الحسابات اختلفت الآن، وقد تتغير التحالفات بين لحظة وأخرى. إن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاته على أن الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبول. رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالدعوة التي تلقاها من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ومن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لحضور فعاليات مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة. وخلال استقباله بمقر الرئاسة في مدينة رام الله السفيرين الأردني والمصري، أعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره الكبير للدور المهم والكبير الذي تلعبه الأردن ومصر لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، مؤكدا أهمية العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار والإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية ومنع التهجير. ومن المقرر أن يعقد مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة في 11 من شهر يونيو الجاري بالأردن بتنظيم مشترك بين الأردن ومصر والأمم المتحدة. يشارك في المؤتمر المرتقب قادة دول ورؤساء حكومات ورؤساء منظمات إنسانية وإغاثية دولية، ويستهدف استدامة خطوط المساعدات وتهيئة ظروف الإيصال الآمن لها وحماية المدنيين. We'll be right back.
واصلت القوات الجوية مع نظيراتها من الدول الشقيقة والصديقة تنفيذ طلعتها من المملكة الأردنية لإسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة. يأتي هذا استمرارا للجهود المكثفة التي تبذلها مصر على مدار الساعة بالتعاون مع كافة القوى الدولية والإقليمية لاتخاذ خطوات جادة تضمن التوصل لوقف دائم لإطلاق النار وفتح جميع المعابر البرية لإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل لداخل القطاع. استمرارا للجهود المكثفة التي تبذلها الدولة المصرية على مدار الساعة بالتعاون مع كافة القوى الدولية والإقليمية لاتخاذ خطوات جادة تضمن التوصل لوقف دائم لإطلاق النار على قطاع غزة وفتح جميع المعابر البرية لإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل داخل القطاع، واصلت القوات الجوية المصرية مع نظيراتها من الدول الشقيقة والصديقة تنفيذ طلعاتها خلال الفترة من الثالث وحتى الثامن من شهر يونيو الجاري من المملكة الأردنية الهاشمية لإسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة للحد من وطأة المعاناة الإنسانية الكبيرة التي يواجهها السكان في ظل العراقيل والصعوبات التي تحول دون دخول المساعدات بصورة كافية داخل القطاع. تأتي تلك المساعدات لتلبي جزءا ضئيلا من الاحتياجات الملحة والأساسية للحفاظ على الحياة في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة وغير المسبوقة التي يعيشها الأشقاء الفلسطينيون داخل قطاع غزة. أشاد وفد اللجنة المركزية لحركة فتح الذي يزور القاهرة بدعم مصر ومساندتها للشعب الفلسطيني وقضيته إلى جانب استضافتها للفلسطينيين والمصابين منهم جراء العدوان الإسرائيلي. وطلب الوفد بوقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني ومواصلة الجهود من أجل لم الشمل الفلسطيني. يبدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأسبوع الحالي جولة هي الثامنة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر، وستشمل الجولة مصر وإسرائيل وقطر والأردن. تستهدف جولة بلينكن إقناع إسرائيل بطرح الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخير بشأن وقف إطلاق النار في غزة. هي الثامنة في سلسلة زياراته للمنطقة منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر، ولكن علامات استفهام كثيرة تحيط بزيارة وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، فهو هذه المرة يعود لإسرائيل محاولا إقناعها بقبول طرح بايدن الأخير بشأن وقف إطلاق النار في غزة. المفارقة هنا أن هذا الطرح بذاته وصفه بايدن بأنه عرض تقدمت به إسرائيل. وفي 31 مايو الماضي تحدث بايدن خلال خطاب بالبيت الأبيض عن تقديم إسرائيل مقترحا من ثلاث مراحل يشمل تبادلا للمحتجزين بأول مرحلتين وإدامة وقف إطلاق النار بالمرحلة الثانية وإعادة إعمار غزة بالمرحلة الثالثة. وعلى عكس ما جاء في خطاب بايدن، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لم يوافق على إنهاء الحرب في المرحلة الثانية من المقترح، وإنما فقط مناقشة تلك الخطوة وفق شروط تل أبيب، مؤكدا أنه يصر على عدم إنهاء الحرب على غزة إلا بعد تحقيق جميع أهدافها. بلينكن هذه المرة يعود للمنطقة أيضا وسط مشهد إسرائيلي منقسم ومشتت وفي غاية التعقيد، فما بين الشد والجذب داخل أروقة حكومة الحرب يتزعمها فريقان، أحدهما بقيادة سموتريتش وبنجافير من جهة، وهو يمين لا تتوارى بياناته عن التهديد بحل الحكومة حال الموافقة على صفقة المحتجزين، والفريق الآخر بزعامة جانتس وإيزنكون من جهة أخرى الذي يطالب نتنياهو بتحقيق الصفقة. وعلى صعيد الشارع الإسرائيلي نفسه لا تزال احتجاجات أهالي المحتجزين تتردد أصداؤها أمام الكنيسة وشوارع تل أبيب، وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورا وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على رفح الفلسطينية واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية. نشرة التاسعة تتواصل معكم على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها.
ماكرون يشدد على ضرورة خفض التصعيد بين إسرائيل وحزب الله، ويتفق مع بايدن على ممارسة وقف التصعيد في المنطقة. أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس وواشنطن ستضاعفان جهودهما لتجنب انفجار الوضع في الشرق الأوسط، خاصة في لبنان. وعقب مباحثاته مع نظيره الأمريكي في باريس، شدد ماكرون على ضرورة خفض التوتر بين إسرائيل وحزب الله، مؤكدا على التوافق الفرنسي الأمريكي على ممارسة الضغط اللازم لوقف التصعيد في المنطقة. ذكرت الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام أن شخصين قتل في قصف إسرائيلي على أطراف بلدة بيت ليف جنوبي البلاد، وأشارت الوكالة اللبنانية إلى اندلاع حريق كبير في المنطقة جراء القصف الإسرائيلي، وتسبب بأضرار كبيرة في المحال التجارية ومحطة وقود والمنازل المجاورة، فيما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة عنيفة على بلدة الخيام. من جانبه، أعلن حزب الله في وقت لاحق استهدافه مستوطنة المالكية برجمة صواريخ كاتويشا ردا على القصف الإسرائيلي على القرى الجنوبية. وأعلن حزب الله أنه أطلق للمرة الأولى رشقة من صواريخ فلق 2 على مركز قيادة عسكري بشمال إسرائيل. عقد مجلس الأمن الدولي جلسة إحاطة مفتوحة تناول فيها الأوضاع الإنسانية في أوكرانيا، بما في ذلك الهجمات على البنية التحتية المدنية والحيوية والتي استهدفت منطقة خاركيف شمال شرقي البلاد مؤخرا. شدد نائب مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة روبرت وود على ضرورة مشاركة المجتمع الدولي في القمة التي ستستضيفها سويسرا بشأن السلام في أوكرانيا، لافتا إلى أن ذلك سيكون حاسما في دعم الهدف المشترك والمتمثل في صون الأمن والسلم الدوليين. أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة إلى أوكرانيا ستساعد في تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية في مواجهة العملية العسكرية الروسية. وأوضح بلينكن أن المساعدات الأمريكية تشمل صواريخ اعتراضية للدفاع الجوي وأنظمة مدفعية وذخائر ومدرعات وأسلحة مضادة للدبابات وقدرات أخرى. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد التقى بنظيره الأوكراني فلاديمير زيلانسكي في باريس، وأعلن عن دفعة جديدة من المساعدات بقيمة 225 مليون دولار على هامش احتفالات ذكرى يوم الإنزال في الحرب العالمية الثانية. صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يريد وضع اللمسات الأخيرة على تحالف الدول مستعدة لإرسال مدربين عسكريين إلى أوكرانيا، مؤكدا البدء المرتقب لتدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلات ميراج 2005 الفرنسية. وأوضح ماكرون خلال مؤتمر صحفي في قصر الإليزي في باريس مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلنسكي، أوضح أن الكثير ممن أسماهم بالشركاء أعطوا موافقتهم بالفعل. مشروع كبير ربما هي الكلمة الأدق لوصف أسباب الدعم الغربي غير المسبوق لأوكرانيا في الحرب بالوكالة التي تخوضها ضد روسيا، وهي الكلمة التي أطلقها الرئيس الفرنسي ماكرون على إرسال مدربين عسكريين فرنسيين إلى أوكرانيا لتدريبهم على المقاتلات ميراج الفرنسية. ماكرون الذي يعاني من معارضة طيارها قوي وعاصف قال إن الكثير من الشركاء أعطوا موافقة فعلية على الطلب الأوكراني، ما يعني أن إرسال مدربين فرنسيين جاء باتفاق أوروبي على تلك الخطوة، والتي تعتبر فصلاً أصعب في الصراع بين الكرة العجوز والدب الروسي العنيد، وهو الفصل الذي يقود الناتو إلى حرب شاملة بتورط إحدى دوله في الصراع بشكل مباشر. كان الكرملين أعلن أن تصريحات ماكرون الأخيرة تؤجج التوترات في أوروبا وتظهر أنه يحضر باريس للاطلاع بدور مباشر في أوكرانيا، وعليه فإن روسيا ستعتبر أي مدربين أجانب يتم إرسالهم إلى أوكرانيا
هدفا مشروعا لها. ويبدو أن كلمة بايدن الأخيرة أعطت ضوءا أخضر لماكرون، وربما شجعته على إرسال المدربين ضاربا بتهديدات الكرملين عرض الحائط، حيث عقد الرئيس الأمريكي بايدن مقارنة تؤكد ضلوع أوروبا بشكل مباشر للفترة القادمة في الحرب. زيلينسكي الذي يجيد إرسال التحذيرات من خلال كلمات منتقاة بعناية للضغط على حلفائه الغربيين، وصف روسيا في كلمة له بالعدو المشترك لبلاده ولأوروبا، مذكرا إياهم بأنه لا يحارب لأجل بلاده فقط، وعليه يجب إرسال مزيد من الدعم، ولا سيما وهو يستعد لتعبئة قوية زعم أنها ستنهي الحرب لصالحه وتجبر روسيا على اتفاق سلام، وهو الأمر غير المتوقع أمام الإصرار الروسي المدعوم بحلفاء لديهم قدرات نووية وغاضبون على أوروبا. أدلى الناخبون في سلوفاكيا وإيطاليا ومالطا ولاتفيا بأصواتهم لاختيار ممثليهم في البرلمان الأوروبي خلال اليوم الثالث من عملية الاقتراع التي انطلقت الخميس. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو الذي تعرض لمحاولة اغتيال منتصف الشهر الماضي سيكون في الصدارة، فيما من المتوقع أن يحقق حزب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني نتائج جيدة. تستمر انتخابات البرلمان الأوروبي حتى يوم الأحد لاختيار 720 نائبا أوروبيا للسنوات الخمس المقبلة. من المقرر أن تبدأ غدا العملية الانتخابية في غالبية الدول الاتحاد الأوروبي 27 من بينهم فرنسا وألمانيا. اتهمت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين خلال آخر جولات حملتها لإعادة انتخابها في منصبها، اتهمت الأحزاب اليمينية المتطرفة بمحاولة تدمير أوروبا. وحذرت رئيسة المفوضية الأوروبية من أن أوروبا تواجه تحديا لم يسبق له مثيل من جانب الشعبويين والأحزاب اليمينية المتطرفة، وتعهدت بأنها لن تسمح بحدوث ذلك أبدا. وتسعى فوندرلاين وزيرة الدفاع الألمانية السابقة إلى ولاية ثانية رئيسة للهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي في الانتخابات القادمة. البرلمان الأوروبي يعد واحدا من ثلاث هيئات تمثل السلطة التشريعية في دول الاتحاد الأوروبي. يختار الناخبون في الانتخابات الأوروبية والتي تجري كل خمس سنوات 720 عضوا بالبرلمان من بين آلاف من المرشحين. تقدم بعثة حج القرى بوزارة الداخلية تيسيرات لحجاج القرى بالمدينة المنورة طوال فترة إقامتهم حتى تفويجهم إلى مكة المكرمة. المزيد حول التيسيرات التي تقدمها بعثة حج القرى بوزارة الداخلية لضيوف الرحمن يطلعنا عليها مراسل التلفزيون المصري عبد الله بركات.
اكتمل وصول حجاج القرعة إلى المدينة المنورة، ومع اكتمال وصول الحجاج تواصل بعثة حج القرعة بوزارة الداخلية تقديم التيسيرات للحجاج هنا طوال فترة إقامتهم بالمدينة المنورة حتى لحظة مغادرتهم إلى مكة المكرمة. الفنادق قريبة من الحرم النبوي الشريف، وهو ما حرصت عليه البعثة حتى يتيسر ويتسنى للحجاج التردد على المسجد النبوي الشريف، إضافة إلى حجز الروضة بالتنسيق مع السلطات السعودية وقيام بعثة حج القرعة من خلال ضباطها باصطحاب مجموعات من الحجاج إلى الروضة الشريفة والصلاة فيها، وهو ما أدى إلى تمتع جميع الحجاج الذين جاءوا إلى المدينة المنورة بزيارة الروضة الشريفة نتيجة لهذا الإجراء. يوجد غرفة عمليات أو توجد غرفة عمليات هنا بالمدينة المنورة شكلتها وزارة الداخلية من أجل متابعة أحوال الحجاج والرد على استفساراتهم وإزالة كافة المعوقات إن وجدت. كذلك بتقوم بعثة حج القرعة بتنظيم ندوات دينية بصفة مستمرة، بيقوم عليها أئمة وواعظات من وزارة الأوقاف لتعريف الحجاج بالشعائر وتعريفهم بأداء المناسك للتيسير عليهم، إضافة أيضا للخدمات الطبية المتوفرة بالتنسيق مع البعثة الطبية المصرية وقطاع الخدمات بوزارة الداخلية، حيث توجد عيادة طبية بكل فندق إقامة خاصة ببعثة حج القرعة لتقديم خدمة طبية مميزة للحجاج. تيسيرات متواصلة ومستمرة حتى تمام أداء المناسك إن شاء الله تعالى والعودة إلى أرض الوطن. أكد رئيس البعثة الطبية المصرية بالأراضي المقدسة دكتور عامر الرشيد أن أكثر من 7000 حاج تلقوا الخدمة الطبية بعيادات البعثة، كما تم افتتاح 3 عيادات جديدة لحجاج السياحة ليصل بذلك عدد العيادات إلى 27 عيادة بالأراضي المقدسة. في الوقت الذي يعيش فيه ضيوف الرحمن أجواء روحانية للرحلة المقدسة، تواصل البعثة الطبية عملها على مدار الساعة من خلال عياداتها الطبية التي شهدت إقبالا غير عادي من قبل الحجاج المصريين لتلقي الخدمة العلاجية، كما تعمل غرفة العمليات والطوارئ بالبعثة برصد عمل العيادات الطبية وتحويل الحالات التي في حاجة ماسة إلى خدمة ثانوية وثلاثية إلى المستشفيات السعودية. احنا عندنا 304 حالة اتوجهوا لطوارئ المستشفيات وتعالجوا فيها وخرجوا، الحمد لله خرجوا كلهم تحسن. عندنا 16 حالة تم تنويمها بتشخيصات مختلفة، خرج منهم 6 حالات الحمد لله كويسين، وفي 10 لسه تحت العلاج. تمام، احنا عندنا فريق كامل من الأطباء ومن المنسقين بيقوم بالمرور على المستشفيات علشان يطمن على الأوضاع الصحية للمرضى، بالتنسيق كمان مع غرفة العمليات لأي مشاكل المرضى بيتعرضوا فيها داخل المستشفيات. نسقنا لعدد من حالات الغسيل الكلوي اللي كانت محتاجة جلسات غسيل كلوي. الغرفة هنا فيها 3 أرقام خطوط ساخنة للبعثة المصرية دي للطوارئ، شغال 24 ساعة هنا في الغرفة، فأي واحد عنده أي استفسار طبي سواء مثلا أقرب عيادة يقدر يكشف فيها إيه، أو لو محتاج تحويل لمستشفى، أو لو محتاج إن هو مريض عنده مرض مزمن، طلع التقارير اليومية، طلع أكتر من تقرير في اليوم، على الأقل في تقريرين رئيسيين في اليوم كل 12 ساعة. ده بيبقى فيه أعداد اللي تم الكشف عليهم في العيادات وأعداد الناس اللي توجهوا للمستشفيات، لا قدر الله لو في حالات وفيات أو حالات مثلا تم حجزها بالمستشفى يعني ما دخلتش لسه ما خرجتش، المتابعات بتاعتها. وبالتزامن مع عمل العيادات الطبية تقوم فرق الطب الوقائي بعمل ندوات تثقيفية وتوعوية، وصلت الآن لأكثر من 700 ندوة توعوية للوقاية من الأمراض المعدية وضربات الشمس والتي شهدت إقبالا متزايدا من الحجاج المصريين. ارتفاع درجة الحرارة اللي بنشوفها في المملكة حاليا بدأنا ننصح الناس بنعمل استرس شوية على انهم يشربوا كميات مية، انهم يحموا نفسهم من أشعة الشمس للوقاية من الجهاد الحراري ومضربات الشمس، وبندي نصايح برضو على التغذية السليمة، ونتابع الناس بعد ما بتخرج من المستشفى بنتأكد ان هم بصحة جيدة. انطباعات إيجابية انتابت الحجاج المصريين لما تقدمه البعثة الطبية المصرية من خدمات علاجية ووقائية على مدار الساعة. البعثة الطبية محترمة جدا، دكاترة بيعاملونا كأننا كأنهم ولادنا بالظبط. كان عندي ألم جامد في رجلي وتورم نتيجة السعي الكتير والطواف، وجيت لما شاء الله القافلة الطبية حاجة مشرفة جدا، كشفته الدكتور اداني علاج للتورم والالتهابات. حالة استنفار قصوى تعيشها عيادات البعثة الطبية المصرية، فهم يواصلون الليل بالنهار لتوفير خدمات تشخيصية وعلاجية من شأنها تحقيق سبل الراحة والأمان للحجاج المصريين خلال أدائهم المناسك. محمد حلمي، التلفزيون المصري.
قامت مؤسسة الجرح التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتوزيع لحوم ووجبات على الأسر الأكثر احتياجا بمحافظة الفيوم. يأتي ذلك لمشاركة المواطنين فرحتهم بالعشر الأوائل من ذي الحجة وعيد الأضحى المبارك، حيث تقوم المؤسسة بتوزيع اللحوم على المستحقين طبقا للقواعد البيانات المدققة لوصول الدعم للأكثر احتياجا. مؤسسة الجرحي السنة دي الحقيقة وكل سنة هم طيبين وربنا يجعله في ميزان حسناتهم إن شاء الله، بتذبح عدد من العجول يتجاوز 50 أو 60 عجل عشان توزعهم على أخواننا البسطاء في محافظة الفيوم، وده طبعا لإدخال الفرحة والبهجة والسرور عليهم. بندخل دلوقتي على مرحلة التجهيز الأضاحي للعيد، طبعا كل سنة وحضراتكم طيبين، بتطلع تتوزع على المستحقين طبعا تبع مؤسسة الجرحي ما شاء الله. بنشوف المستحق بفضل من الله، عملنا زي جدول بياني ان اللحوم دي بتوصل للمطلقات للارامل للاسر اللي هي ضعيفه الدخل. النهارده جايين بنذبح عشان نوزع اللحوم على اهالينا المستحقين، مستهدفين في الفيوم 35 طن ومستهدفين بره في الفيوم السويس والصف والعبور. احنا النهارده طبعا جايين نشارك المواطنين فرحتهم في العشر الأوائل من ذي الحجة، بنجهز حوالي 50 طن من اللحوم لتوزيع الأسر الأكثر احتياجا، وإحنا النهاردة عاملين حاجة جديدة بالشراكة مع إحدى رواد القطاع الخاص، بنقوم النهاردة بتجهيز اللحوم وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة. تحياتنا للشعب المصري وفخامة الرئيس، إحنا النهاردة فعالية تجهيز لحوم صدقات للأسر المستحقة بمحافظة الفيوم ومحافظات أخرى. احنا جايين النهاردة بنساعد في مراسم الذبيح زي التغليف والميزان، وبنحافظ عشان نحافظ على برودة اللحمة بنسيبها تاخد درجة حرارة الغرفة وبعدين بنوزنها، بنوزع على 60 منفذ ب60 قرية، وعاملين كشف بأسامي الناس اللي بنوزع عليها والكرة اللي محتاجة والناس اللي محتاجة وبنوزع لهم اللحمة. بنشرف من خلال الفريق عندنا قدرات إدارة الجودة والجزارين والناس اللي شغالة، بفضل الله بنأدي أداء كويس، وطبعا بنتشرف إن احنا بنقوم بالعمل العظيم ده. الآن جاء موعدنا مع الوقفة الاقتصادية لنشرة التاسعة. أخبار الاقتصاد مع ميرنا إياب، إليك ميرنا. شكرا لكم هبة وأداء، والآن مشاهدينا هذه جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. أشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان له إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى أذربيجان لتسجل 34.7 من 10 مليون دولار خلال عام 2023، ذلك مقابل 2.9 من 10 مليون دولار خلال عام 2022. وأكد الإحصاء أن قيمة الواردات المصرية من أذربيجان بلغت 328.1 من 10,000 دولار خلال عام 2023 مقابل 507,000 دولار خلال عام 2022. وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وأذربيجان ليصل إلى 362.8 مليون دولار خلال عام 2023، بينما بلغ 3.41 مليون دولار خلال عام 2022. بحثت مصر وروسيا إنشاء مركز للحبوب الروسية في مصر، جاء ذلك خلال عدد من اللقاءات التي عقدها وزير التجارة والصناعة أحمد سمير مع المسؤولين بدولة روسيا الاتحادية وكبريات الشركات الروسية المهتمة بالسوق المصري، ذلك على هامش مشاركته بفعاليات الدورة 27 لمنتدى سان بيترسبرغ الاقتصادي الدولي.
أكدت الحكومة أن مصر تحتل المركز الأول في الاستزراع السمكي على مستوى قارة أفريقيا والسادس عالميا في هذا المجال، كما أنها تحتل مرتبة متقدمة في إنتاج أسماك البلطي. وقال وزير الزراعة السيد القصير إن هناك عددا كبيرا من المشروعات القومية العملاقة في مجال الثروة السمكية أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي بدورها حققت طفرة كبيرة في الإنتاج. جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الزراعة مع وزير الموارد المائية والمصايد بدولة غامبيا موسى درامي لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الاستزراع السمكي. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط لتسجل ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، في وقت يوازن فيه المستثمرون بين تطمينات من أوبيك بلس وأحدث بيانات عن الوظائف الأمريكية التي تؤثر على التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيخفض أسعار الفائدة قريبا. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة تقدر ب 31% إلى 79.62 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.03% لتصل إلى 75.53 دولار. وارتفعت كذلك أسعار المازوت عالميا بنسبة 0.05% لتصل إلى 2.35 دولار للتر. وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.44% لتسجل 2.92 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ارتفع الاحتياطي الأجنبي لدى مصرف قطر المركزي بنسبة 0.4% في شهر مايو على أساس شهري وبنحو 4% على أساس سنوي، ليسجل 68.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق. هذا ويمثل الاحتياطي الأجنبي ما نسبته 75% من إجمالي الدين العام لقطر، ويلبي الاحتياجات التمويلية من الواردات السلعية لما يزيد عن 25 شهراً. أعلنت تركيا فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 40% على واردات السيارات من الصين، وذكرت تركيا أن الحد الأدنى للرسوم الإضافية تم تحديدها عند 7000 دولار لكل مركبة اعتبارا من السابع من شهر يوليو الجاري. وفي عام 2023 فرضت تركيا رسوما إضافية على واردات السيارات الكهربائية من الصين، وأدخلت بعض اللوائح المتعلقة بصيانة وخدمات السيارات الكهربائية. رأت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن الطريق ما زال طويلا أمام المؤسسة المالية لضبط التضخم. وأضافت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي أن التضخم تباطأ بشكل كبير، مرجحة أن يبلغ الهدف المحدد له عند 2% بحلول العام المقبل. وكان المصرف المركزي بدأ الخميس خفض معدلات الفائدة الرئيسية للمرة الأولى منذ شهر سبتمبر من عام 2019. نهاية أخبار الاقتصاد، وعودة مرة أخرى إلى هبة وأدف. شكرا لك مرنا. نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا سلط الضوء على تقدم مصر 100 مركز في الترتيب العالمي لمؤشر جودة الطرق، محتلة المركز 18 عالميا خلال 10 سنوات بفضل المشروع القومي للطرق. وأوضح التقرير أن إجمالي الطرق المستهدف تنفيذها ضمن المشروع القومي للطرق بلغت 7000 كيلومتر، تم تنفيذ 6300 كيلومتر منها بتكلفة تصل إلى 155 مليار جنيه، ما سيؤدي إلى زيادة أطوال الطرق الرئيسية بنسبة 29.8% لتبلغ 30.5 كيلومتر بنهاية عام 2024. والآن مع أخبار الرياضة.
أخبار الرياضة مع مرنا. مجددا إليك مرنا. شكرا أدا، شكرا هبة، وأهلا بحضراتكم. هذه جولة في أهم وأبرز الأحداث الرياضية محليا وعالميا. غادرت بعثة منتخب مصر الأول إلى غينيا بيساو للقاء يجمعهما يوم الاثنين المقبل في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2026. وقبل السفر خاض المنتخب بقيادة حسام حسن تدريبا صباحيا باستاد القاهرة الدولي استعدادا للمواجهة. وكان منتخب مصر قد خاض مباراة أول أمس أمام منتخب بوركينا فاسو انتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 2-1 ليتصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بينما يحتل منتخب غينيا بيساو المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ثم بوركينا فاسو ثالثا برصيد 4 نقاط. أسدل الستار حول منافسات الفردي لبطولة أفريقيا للسلاح بمشاركة أبطال وبطلات السلاح في البطولة المقامة حاليا بالمغرب، وتستمر منافستها حتى 10 من شهر يونيو الجاري، حيث من المقرر أن تنطلق غدا منافسات الفرق. وحققت البعثة المصرية اليوم 6 ميداليات متنوعة بواقع ميدالية برونزية وفضيتين وثلاث ميداليات برونزية. بذلك ترتفع حصيلة ميداليات المنتخب المصري إلى 16 ميدالية متنوعة بواقع 4 ذهبيات و3 فضيات و9 ميداليات برونزية. نجحت البطلة المصرية هانية الحمامي في التأهل لنصف نهائي بطولة بريطانيا المفتوحة للسكواش، وتأهلت هانية الحمامي للدور النصف نهائي بعد فوزها على البلجيكية تان جاليس بنتيجة 3-0. تعد بطولة بريطانيا المفتوحة للسكواش إحدى البطولات البلاتينية في لعبة السكواش بقيمة جوائز مالية تصل إلى 194,000 دولار. انتهت أخبار الرياضة، وعودة مرة أخرى إلى أدوى هبة. أشكرك مرنا. شهدت عدة ولايات أمريكية درجات حرارة موسمية قياسية، وذلك بسبب موجة الحر الشديدة. سجلت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية معدل حرارة بلغ 44 درجة مئوية في لاس فيغاس و50 درجة مئوية في وادي الموت بولاية كاليفورنيا. أما في أريزونا فذكرت وسائل إعلام أمريكية أن نحو 10 أشخاص كانوا يشاركون في تجمع انتخابي لدونالد ترامب تم نقلهم إلى المستشفى بسبب درجات الحرارة الشديدة. آخر أخبار الطقس وبيان درجات الحرارة ووقفة أخيرة. مرنا، في وقفة ثالثة اطلعينا على آخر الأحوال في الداخل والخارج في العاصمة. شكرا لكم هبة وأدا، والآن مشاهدينا هذه وقفة ثالثة وأخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس معتدل على أغلب الأنحاء مائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة متوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 23، الأسكندرية 30-20، مطروح 29-19، بورسعيد 31-25، والإسماعيلية 37-22. أما عن السويس فدرجة الحرارة العظمى 37 درجة والصغرى 23، العريش 33-20،
طابة 36-23، شرم الشيخ 38-28، والغردقة 39-28. أما بالنسبة للأقصر فدرجة الحرارة العظمى 43 درجة والصغرى 28، أسوان 44-28، الوادي الجديد 42-27، شلاتين 39-27، وأخيرا حلايب العظمى 36 درجة والصغرى 28. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. والآن نترككم مع أبرز لقطات في هذا اليوم. نهاية النشرة، ولم يتبقى لنا سوى التذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخبار. الرئيس السيسي ونظيره الأذري يؤكدان تطلعهما لتعزيز التعاون بين البلدين، ويتوافقان في الرؤى إزاء حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. أكثر من 600 شهيد ومصاب في مجزرة مخيم نصيرات بغزة، والرئيس الفلسطيني يطالب بجلسة طارئة لمجلس الأمن. ومصر تحث الأطراف الدولية على التدخل الفوري. على وقع مجزرة النصيرات، إسرائيل تتحدث عن استعادة 4 من محتجزيها، وحماس تؤكد أن العملية أسفرت عن مقتل محتجزين آخرين وأنها ستشكل خطراً كبيراً على الباقين.
مشاهدينا الكرام انتهت أخبار التاسعة، لكن هواء التاسعة لازل مستمرة مع حضراتكم ويوسف الحسيني. مساء الخير يوسف. مساء النور، ازيك يا قاده، ازيك يا هبه، عاملين ايه؟ كله تمام. يعني هو عاوز يحرر 4 فقتل تقريبا 600، شيء الحقيقه مفجع، والعالم لسه برضو قاعد عمال بيتفرج. لكن الجيد في الموضوع هي المظاهرات اللي اصبحت كمان موجوده داخل العواصم، زي مظاهره لندن وزي مظاهره واشنطن. ولو خدتوا بالكم هتلاقوا دايما في مركز المظاهره علم مصر في النص بيرفرف وسط اعلام فلسطين لأجل الدفاع عن الحق الفلسطيني. مصر هي المركز برضو حتى في قلب المظاهرات في بلاد بره دائما. خير بإذن الله هتتحل. شكرا لك يوسف. شكرا جدا لك يا آدا، وشكرا يا هبة، واستأذنكم نبدأ فقراتنا.